تاسعا الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله جل وعلا، وهذه كثيرة مرت معنا طائفة منها: فلا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو مع الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. في أدلة كثيرة فيها نهي الله عن أن يدعى معه غيره. تأمل في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله إيش أحدا. أحدا ها نكرة في سياق النهي، فالقاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النهي تعم، وبالتالي كلمة أحد ها هنا المنفية يستثنى منها أحد؟ لا يستثنى منها أحد. فلا تدعوا مع الله أحدا، جاءت الآية بإضافة بعد ذلك إلا الأولياء، ها جاءت إلا الأنبياء إلا الجن والملائكة، لا والله، فلا تدعوا مع الله أحدا. حكم فصل، لا يقبل الاستثناء، عموم محفوظ شامل لكل الأفراد، والأفراد هنا هم كل من سوى الله جل وعلا، من صغير وكبير، من صالح وطالح، من إنس وجن، من حي وميت، كل أحد داخل في قوله تعالى ماذا؟ فلا تدعوا مع الله أحداً.